فضل الله لأنه مختلف فكريا بدرجة كبيرة. كان فضل الله يأتي إلى المدينة المنورة في ضيافة الديوان الملكي السعودي، وكان أذكر لحد الآن يسكن في فندق القصر الأخضر، وكان هنالك مرافقة خاصة له ويحظى باحترام المملكة العربية السعودية، وهذا ديدن المملكة في احترام القيادات الدينية المعتدلة والعاقلة. فضل الله كان يؤمن بضرورة العمق العربي للشيعة العرب، أن هؤلاء مواطنون يجب أن يكونوا مندمجين في أوطانهم، أن تكون علاقاتهم مع حكوماتهم على أحسن حال، ألا يكونوا رأس حربة في أي مشروع خارجي. عملت معه حوار كان من 3 حلقات ونشر في جريدة الحياة، وكان حوار مطول وجريء جدا وفيه أفكار غير اعتيادية. لما انتهيت من الحوار وأنا ما زلت شاب ويافع، أخذتني الجرأة فقلت له: سيدنا، أنا أقول لك مثل يعني بيت شعر طربت له. قال لي: تفضل. قلت له: أنت كما الإسفنجة تمتص الحانات ولا تسكر. هذا مظفر النواب. صحيح. إيش جاوبني؟ ما نهرني، ما استاء من أني أشبه بهذا التشبيه، قال: لقد شربت حانات العالم كلها. واسترسل لي في أشعار صوفية وعرفانية وخمريات هو من كتبها.